هيفضل شغلنا جدا ان بشرتنا تبقى نضرة، تبقى فيها صحة، تبقى بتلمع. ساعات في ستات كتير جدا جدا بيهتموا ببشرتهم، لكن للأسف بيبقى في حاجة ناقصة، يا إما بيستخدموا منتجات مختلفة كتير، فبتبقى ممكن منتج معين خاص بجزئية معينة يبقى مناسب، ومنتج تاني من شركة تانية المفروض انه يدعم، فالحقيقة يبقى ما بيدعمش، فنلاقي بشرتنا النتيجة مش مرضية. او طريقة استخدامنا للمنتجات بتكون طريقة مش مظبوطة، يعني بنستخدم حاجة قبل حاجة فبتبقى النتيجة مش مرضية، ونقول ايه ده، احنا يعني اشترينا المنتجات، ومنتجات المفروض انها مضمونة جدا بس النتيجة مش واضحة. طيب ليه ده بيحصل؟ هنعرف ده من خلال الجميلة ضيفتي اللي بتشرفني دايما، دكتورة آلاء غريب، اخصائي الامراض الجلدية والتجميل. يا دكتور ازيك يا حبيبتي؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الاشراق ده ثانك يو، عيونك الحلوين. اولا انت وحشتيني قوي قوي. وانت كمان والله، ربنا يخليكي. طيب ليه كتير مننا بيستخدموا منتجات المفروض انها مضمونه يعني النتائج، وتلاقيهم لا مش دي النتيجه، يعني النتيجه متاخره قوي، او النتيجه مش ظاهره، او بالعكس ده حصلت مشاكل؟ اوكي، يبقى عندنا مشكله يا اما في ترتيب المنتجات دي او في الروتين بتاعنا، بيوقع منه شويه حاجات بنفتكر ان هي مش مهمه وتبقى مهمه جدا، يا اما في طريقه الاستخدام، يا اما في اختيار النوعيه المناسبه. لكن بينكي حلينا بقى كل المشكلات دي وعملنا منتجات الحقيقه مناسبه جدا للبشره، بس شطارتنا ان احنا نستخدم منتجات بينكي بترتيب معين. طيب بينكي دلوقتي عملت لنا روتين، الروتين ده اسمه استعادة نضارة والتفتيح وتوحيد لون البشرة في خلال 30 يوم. الروتين ده بيتكون من كذا ستيب علشان كده نبقى جايبين باكيته على بعض، فيبقاش فيه اي حاجة من احتياجات البشرة ناقصة، يبقى ستيب باي ستيب كل حاجة تكمل بعض عشان نوصل للنتيجة المطلوبة مننا. ففي حاجات كنا زمان بنوقعها شوية، مثلا الناس اللي بتغسل وشها هو عليه ميك اب صابون او ما بتغسلوش اصلا، تبتدي تستخدم الغسول على طول، ما تنضفوش اصلا، تبتدي تستخدم الغسول على طول او غيره. فعندنا بينكي المسلر روز ووتر، اول حاجه هنشيل بيها الميك اب وننضف وشنا. اول حاجه اسمها ايه؟ بينكي مسلر روز ووتر. تمام، دي المسلر ووتر او الماء الورد او المسلر اللي ازاله الميك اب، وان هي تنضف البشره وكمان تفتح المسام عشان يعني ابتدي. بينكي مسلر ووتر ده بنضف بيه بشرتي، ده اول خطوه. بالظبط كده، بالظبط كده. الصوره اهي معانا، بشيل الميك اب لو في ميك اب وبنضف فيه بشرتي. طب حد هيقول لي انا اساسا مش حاطط ميك اب، استخدمه ليه؟ استخدمه عشان انا سواء كنت في البيت او في الشارع بتعرض لاتربه، بتعرض لحاجات بتبقى على وشي انا مش واخد بالي منها طول الوقت، بتبقى متجمعه على وشي زيوت او اتربه او غيره. لو جبت قطنه في اخر اليوم حتى وانا قاعده في البيت ومسحت بالمسلر ووتر، هلاقي القطنه بقت ايه؟ لونها اسود. أيوه. وانا مش عارفه ان كل الحاجات دي اللي مش شايفاها اصلا موجوده على وشي. بالتالي لازم انضف وشي بالبينكي مسلر ووتر، بعد كده ابتدي استخدم ستاب تانيه اللي هي الغسول. ودي حاجه يعني دايما، ثانيه واحده بقى عشان بس الناس ايه تركز معايا، المسلر ووتر ده ما يعتبرش غسول؟ لا، ده يعتبر مزيل للمكياج فقط. مزيل مكياج فقط، بالظبط كده. واقدر استخدمه في حاجه تانية او مش مكياج. يعني زي ما حضرتك قلتي احنا بشرتنا بتطلع زيوت، والزيوت دي بتختلط بالاتربه، بالظبط، فبتسد المسام، بالظبط كده. فالمسلر ووتر ده اول خطوه هستخدمها من منتجات بينكي، بالظبط كده. ده نعتبر مزيل ميك اب ونضف للوش، واحيانا استخدمه استون. الستيب 2 اللي هي ايه؟ الغسول. الغسول هو معانا صورته على في كذا نوع طبعا من الغسول، قلنا بيبقى في انواع فيها الروزماري والنعناع والاعشاب عشان الناس اللي بشرتهم دهنيه وعندهم حب شباب نشط عشان تقلل الزيوت، في الانواع اللي فيها التوت علشان توحد لون البشره وتشيل التصبغات، وفي البابايا والمشمش علشان انتي ايجنج وتشد البشره وتديها نضاره توحد لونها، مضاده كمان للتجاعيد. وفي عندي ماء الورد او مستخلص ماء الورد للناس اللي بشرتهم حساسه وبشرتهم جافه علشان يزود ترطيب البشره وفي نفس الوقت يعيد احياء البشره، تجديدها، وان هو ينشط تفريق افراز الكولاجين فيها. فعندي كذا نوع من ده انواع، ده اكتر من نوع، يعني اكتر من اربع خمس انواع. بالظبط، كل نوع يعني كل نوع من انواع الغسول لنوع بشره معينه. والزهور المهدئه، الزهور المهدئه ده البشره الجافه والبشره الحساسه، عشان هم دايما بيبقوا خايفين من الغسول ليلهب بشرتهم، اي نوع غسول بينشف لهم وشهم وبيلهبها. تمام. الزهور المهدئة ده بمستخلص الماء ورد بيهدي البشرة وفي نفس الوقت بيرطبها بشكل كبير قوي.